رايحين جايين. مسرحية لبنانية جديدة عم بيتم عرضها على خشبة مسرح مونو، وهي من إخراج برونو جعارة وبطولة رودريغ سليمان. هي المسرحية مكتوبة بالستينات، هي مسرحية أصلا فرنساوي، اقتبسها برونو جعارة وأخرجها. بتحكي عن مهندس معماري مصاحب ثلاث مضيفات طيران، بس ولا واحدة منهم تعرف وجود تاني، وعامل خطة لأنه هالقصة تمشي معه مزبوط لحد ما أنه يصير الطيران أسرع وقت يبلش البوينج. فهون بيضطروا يتلاقوا بنفس البيت نفس الوقت بس قبل ما يشوفوا بعض، وبتبلش المصاري. بالنسبة لرودريغ، هالمسرحية موجهة لكل العائلة وجمهورها من كافة الفئات. اليوم لمين موجهة هذه المسرحية؟ مين جمهورها؟ كل العالم، يعني جمهورها هي للعائلة من 16 وطلوع إذا بدك. مسرحية كوميدية، رح يجوا يضحكوا كل الوقت، يفشوا خلقهم، ينفسوا عن غضبهم. الانسجام عنصر أساسي لنجاح أي عمل، وهالأمر لاحظناه بشكل واضح بين ممثلي رايحين جايين. خبرونا شوي اليوم الكيمستري اللي عم بتكون بيناتكم على المسرح. أنت مش شايف الكيمستري ورا المسرح؟ انا شايفها. ايه فضوا على المسرح، شوف الكواليس كيف بتكون وتخيل كيف بتكون الكيمستري، واساسا بينت بالتمارين. وهذا الشيء عم بينعكس على الجمهور، يعني عم نسمع كثير اصداء من هالنوع انه مبين قد ايه منسجمين مع بعض، قد ايه في تناغم، قد فريق حلو. الى جانب هالممثلات ايضا جوزيان بولوس عم تشارك بهالمسرحيه كممثله ومنتجه. انا بلعب دور وداد، يلي هي الخادمه يلي بتدبر له كل اموره لبرنار وفرجاها نجوم الظهر للحقيقة، لأنه ما بقى تلحق من تغيير كلسات وشراشف ومخدات وأكلات، يعني هلك سلافة. فهي دورة كتير مهضوم لأنه بتضل مهستر عليه ومهستر على كل المضيفات اللي بيروحوا وبيجوا، وبتنغرم بصاحبه روبير، ففيها الحركة كمان المهضومة بالمسرحية. خلينا نقول كمان أنت منتجة هذا العمل، ليش اخترت هذا العمل تكوني منتجة عليه؟ أنا منتجه مع برونو جعرة، هو طلب مني أصر علي، قال لي في عندها المسرحية أكيد رح تنجح. وبعد رجعت قريتها واتفقنا، قلت له إيه بفتكر بتنجح، لأنه هيدا ما اللي عم بيطلبوه هلأ الجمهور، أنه يكون فيها الضحك وهالخفة الروح، يعني العالم ما بقى فيها تتحمل مشاكل ومصايب، فمشان هيك عم نعبي عم نفول كل ليلة الحمد لله. جوزيان أيضا من الطاقم الإداري لمسرح مونو، وكانت خبرتنا عن الإقبال الشديد اللي عم يشهده المسرح بهالأيام. عن جد الإقبال كتير كتير حلو، يعني ما كنا متوقعين وقتها نحن استلمنا المسرح المونو مع جمعية الخيال واستأجرنا هالمسرح وأخذنا الإدارة مستقلة عن الجامعة اليسوعية. اشتغلنا بطريقة أنه نجذب أكثر عدد ممكن من العالم بتنوع المسرحيات والأنواع المسرحيات اللي عم بيجوا لعنا، ففي إقبال كتير كبير، ونحن المسرح يعني محجوز لآخر السنة، يعني لآخر 23، وهلأ عم نأجره لل 2024. جرعة بتجمع بين الكوميديا والواقع الاجتماعي عم بتقدمه مسرحية رايحين جايين، واللي راح تتابع على مسرح مونو لغاية 24 شباط. يعني بدي قلهم إذا بدهم يتسلوا ويضحكوا وينسوا شوي برا والهموم، يجوا يحضروا المسرحية، لأنه يعني نحن كتير عم نتسلى ونحن كتير عم نضحك، فأكيد هيدا وقت التمارين كنا جدا عم نضحك، فأكيد هذا الشيء رح ينتقل لعندهم، وعنا طاقة وريت مع المسرح كتير رح يكونوا كل الوقت مركزين معنا. امتى عم تنعرض المسرحية؟ عم تنعرض من الثلاثة للأحد الساعة 8:30 بمسرح مونو. من أي تاريخ لأي تاريخ؟ نحن هلأ يعني من بلشنا من 1 شباط باقي إلى 24 شباط. هذا جاهز. يلا خدم. يا عيني عليك يا روبير، شو عم تاخد خبرة؟ ابطف غط الحمام طار الحمام. شفتي كتير حب الحمام.